بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا لهذا اليوم سوف نخصصه للحديث عن العطلة الصيفية وعن المخيمات الصيفية التي تكون لفائدة الأطفال والتلاميذ والأولاد. فبعد سنة طويلة من العمل والجد والاجتهاد، لا شك أن أبناءنا وبناتنا محتاجين إلى قضاء عطلة صيفية تكون فيها راحة واستجمام واستراحة من عناء وتعب الدراسة. الكثير من الآباء والأمهات يشغلهم هذا الموضوع، ويحبون أن يوفروا لأبنائهم جوا مريحا لقضاء عطلة صيفية تكون طيبة، عسى أن التلميذ حينما يقبل الموسم الدراسي يكون على استعداد لكي يبدأ فصلا جديدا كله حيوية ونشاط. وهنا تحضر قضية المخيمات الصيفية، لأن بعض الآباء والأمهات يفضل أن ابنه عوض أن يسافر مع العائلة يسافر في إطار مخيم صيفي فيه مؤطرين ومؤطرات تربويين، وفيهم مجموعة من الصفات الحميدة التي يقومون بتربية هؤلاء الأبناء والبنات على قيم كبيرة ومهمة للغاية. لكن هذه المخيمات الصيفية باتت قليلة في مجتمعنا، هي متواجدة ولكنها بالنظر إلى كثافة التلاميذ والتلميذات كتبقى قليلة، فالعرض قليل من الطلب. وبغينا من خلال حلقة اليوم نحفز المسؤولين في بلدنا الأمين على الإكثار من هذه المخيمات الصيفية، تكون في متناول الأسر الفقيرة وتستقطب أكبر عدد من التلاميذ والتلميذات، وتسعى إلى تكوينهم وإلى تربيتهم وإلى بث روح المواطنة وروح الخير والقيم الفاضلة التي نريد أن نزرعها في أبنائنا. هذه المخيمات الصيفية في فترة زمنية كانت متكاثرة في بلادنا، لوحظ أنه في السنوات الأخيرة بدأت كتقل، أو أن بعض التلاميذ والأباء لا يعلمون أين توجد هذه المخيمات. ما كناش حملة إعلامية مواكبة لهذه المخيمات حتى يتمكن كل أبناء الوطن من الاستفادة منها. لا شك أن هذه المخيمات الصيفية لها أهمية كبيرة، لأنها تقوم باستقبال عدد كبير من التلاميذ والتلميذات، وتقوم بخلق الفكر الجماعي. الإنسان ينتمي إلى جماعة، ما كيبقاش منفرد. الكثير من أبنائنا وبناتنا كيكون منفرد فتتسلط عليه الوساوس، ويبدأ في التفكير في قضايا سيئة، إما يذهب إلى التدخين وإما يذهب إلى معاكسة الفتيات. وللأسف الكثير من أبنائنا وبناتنا ينشغل كيف يقضي وقت فراغه، فيفكر أنه يقضي وقت الفراغ خلف الكمبيوتر أو خلف الهاتف النقال، فيفتح حساب في الفيسبوك ويبحث عن أصدقاء وهميين ويتحدث معهم، ويظل ساعات الطوال أمام هذه الشاشة ذات الضوء الأزرق، وهي سلبية في التأثير على صحة أبنائنا وبناتنا. المفروض أن الأبناء والبنات في العطلة الصيفية كما يسافرون مع العائلة والأسرة، أيضا حبذا أن يقوم كل مجموعة أولاد وبنات يستفيدون من التخييم في مخيمات صيفية فيها التأطير، لأنها تطور مهارات الأطفال وتعزز قدراتهم الفكرية وتعلمهم
تحمل المسؤولية الشخصية والاجتماعية، وأيضا تتيح لهم فرصة لبناء علاقات صداقة خارج إطار المدرسة أو إطار العائلة. المخيمات الصيفية أصبحت ضرورة مهمة لأبنائنا وبناتنا لملء فراغ هؤلاء الأطفال من جهة، وأيضا لكي ننمي فيهم الأخلاق الحميدة ولنكسبهم عادات سليمة. وهذه المخيمات الصيفية كنذكر بأن أيام زمان كانوا التلاميذ والتلميذات وكنا في المدرسة ننتظر العطلة الصيفية بفارغ الصبر من أجل أن ننضم إلى أحد هذه المخيمات التي تشرف عليها مؤسسات تابعة للدولة أو تشرف عليها جمعيات اللي عندها أهداف سامية. وكنا كنشوفوا بأن الأمهات والأباء يفضلون انضمام أبنائهم إلى هذه المخيمات بدلا عن المكوت بين جدران البيت، لأن هذه المخيمات توفر لهم المتعة وتوفر لهم الفائدة، وأيضا تعلمهم المبادئ الإيجابية، كما أنها كتكون نشيطة ببرامج الترفيه وبرامج التثقيف وتطوير الذات. وكنلقوا بأن التلاميذ اللي هم في سن المراهقة هاد المخيمات كتكون فرصة لكي يفرغوا مشاعر الكبت التي عادة كتبدأ تنمو عند الطفل أو البنت في سن المراهقة. وكيبقوا الأبناء والبنات يتعلمون مجموعة من المبادئ ومجموعة من القيم ومجموعة من الآليات. هناك لقوا بأن الأبناء تسقل شخصيتهم وكتصبح عندهم قدرة كبيرة على الحوار والتعبير وأيضا على التعايش فيما بينهم. هاد المخيمات الصيفية خرجت واحد الجيل اللي سمين ما عندوش عقد نفسية وكيهتم بالجوانب البدنية والنفسية والعقلية والاجتماعية، واحد الجيل اللي هو بعيد كل البعد عن العقد النفسية. وكنلقاو بعض المخيمات التي أيضا تسعى لجمع الأطفال والتلاميذ اللي هم في وضعية خاصة، خصوصا اللي عندهم شي إعاقة معينة أو اللي عندهم واحد المرض، أطفال مرضى بأمراض معينة، كيقوم هذا المخيم بجمعهم وبتوفير جو من المرح وجو من السرور لهؤلاء الأبناء، ويتشاركون، يتعلموا فن المشاركة، كيزرعوا فيهم قيم الانتماء إلى الوطن، وكيزرعوا فيهم محبة الحوار مع الآخرين والتعاون، وخصوصا النظافة والنظام. هذه المخيمات كتعلم الأبناء والبنات كيفاش يكونوا منظمين، النوم مبكر والاستيقاظ مبكر والاعتماد على النفس والقناعة بالقليل في وجبة الطعام، ولا تنظر إلى لقمة أخيك، وكيكون نوع من التعاون بين هؤلاء الأبناء والبنات. ثم فوق هادشي كله كتكون حملات التثقيف والإبداع والقراءة وتنمية القدرات والمهارات، وخصوصا تفريغ عقد العنف، لأن التلميذ والتلميذة أو أبنائنا وبناتنا في واحد سن معين 13-14 سنة كيعود في واحد الرغبة قوية للعنف، لأنه ينتقل من سن الطفولة إلى سن الرجولة، وهذه المرحلة دي المراهقة بحل الخروج من عنق الزجاجة، كيكون الابن عنده واحد الكتلة دي العنف وكتلة دي الضغط النفسي. فكتكون هذه المخيمات من خلال الأنشطة والممارسات اللي كتقوم بها كتفرغ من هؤلاء الأبناء عقد العنف والضغط النفسي التي اكتسبها من خلال العام الدراسي. ربما كانت هناك مواد كثيرة، ضغوطات في المدرسة أو ضغوطات داخل الأسرة أو ضغوطات داخل الحي، هادشي كله كيخليه داخل المخيم يتربى هذا الطفل أو هذا التلميذ أو هذا الولد أو البنت على تفريغ هذه الشحنات القوية ديال العنف ديال الضغط النفسي، وكيبدأ في إبراز مواهبه في أنشطة كثيرة. كنلقاو المسرح، كنلقاو مثلا الرسم، كنلقاو مثلا التمثيل، كنلقاو الإنشاد، كنلقاو المجموعة ديال الأشياء الجميلة التي
تجعل من هؤلاء الأبناء والبنات يتمتعون بشخصية سوية، وخصوصا خصوصا كي تعلموا الانضباط، يعود الإنسان ينتمي إلى جماعة، ينتمي إلى تنظيم معين محكم كيمشي مع الفكر الجماعي ثم يعتمد على نفسه. احنا نشيد في بلادنا بأن هناك فعلا بعض الجمعيات وأيضا بعض الجهات اللي تابعة إلى الدولة اللي كتقوم بتنظيم مخيمات لفائدة الأطفال، إما كينضويو تحت قطاع معين وإما هي لعموم الشعب، وحنا بغيناها تكون لعموم الفقراء والمساكين اللي ما عندهمش الثمن ديال الانخراط، أو حتى يقول انخراط بواحد الثمن يكون غير رمزي. هذه المخيمات اللي كنا في بلادنا الحمد لله نشيد بها أنها تعلم هؤلاء الأبناء التنظيم، وكتعلمهم التنشيط، وكتحاول ما أمكن تختلي بهم، كديهم منطقة بعيدة عن ضوضاء المدينة، لأن المنطقة البعيدة سواء في البحر أو في الجبل أو في منطقة أخرى طبيعية كتخلي هؤلاء الأبناء والبنات كيبدأوا يتعلموا ويتدربون على أشياء كثيرة، من بينها التدريب على التأمل في الكون وفي مظاهر الطبيعة. من اللي كنديو هؤلاء الأبناء والبنات إلى منطقة بعيدة عن ضوضاء المدينة، إما إلى بعض القمم الجبلية وإما عند الشواطئ وإما أي منطقة طبيعية جميلة، الغابات أو غيرها، كيبدأ أول درس وهو التأمل في مظاهر الكون وفي مظاهر الطبيعة. هذه كتخلي تغرس فيهم الإيمان بعظمة الخالق جل جلاله. انظر إلى هذا الكون، الله جل جلاله عنده كتابان، كتاب مقروء هو القرآن، وكتاب منظور وهو هذا الكون الفسيح. فكشفوا السماء والنجوم والكواكب ويتأملون في شروق الشمس وفي غروبها، ويتأملون في الأمواج والبحار، ويتأملون في الصحاري وفي الغابات وفي الورود والأزهار وفي كل مظاهر الطبيعة ومظاهر الكون، كلها كتكون سبب في أن نغرس في روح أبنائنا وبناتنا تعظيم خالق هذا الكون. بعد ذلك كان دون علم هؤلاء الأبناء والبنات القيم ديال المواطنة، القيم ديال المواطنة كتصبح المخيمات عبارة عن معسكرات للتدريب، باش الإنسان يتعلم تأدية الخدمات، أنه يعتمد على نفسه، وأكثر من يعتمد على النفس أنه يقدم خدمات للآخر. فكتكون داخل المخيمات مجموعة من الأناشيد الوطنية كتعلم الأولاد الصغار أنهم ينشأون على الارتباط بالوطن وبأرضهم، لما كتكون تحية ديال العلم وترديد النشيد الوطني، وكتكون مجموعة ديال الأناشيد الجميلة اللي فيها حب الوطن والمواطنة، كيعود الإنسان عنده غيرة على دينه وعلى وطنه. ثم كلقاو داخل هذا المخيم كتكون فرصة للتدريب على عدة ورشات علمية، ورشات علمية مهمة كتكون في جيولوجيا الجبال، أو مواضيع عندها علاقة بالتاريخ، أو مواضيع عندها علاقة بالنباتات أو بالطيور أو غيرها من المخلوقات، منفتح على عالم الجيولوجيا والبيولوجيا. فكيكون التلميذ أو الابن الصغير أو البنت كيتعلم هذه الأمور وكينفتح عليها. أيضا كتكون ورشات مهمة ديال الإعلاميات وديال الفيديو، فيتفتحون على فيديوهات مهمة، شحال ديال التلاميذ وديال الأبناء لقينا حياتهم تغيرت كلية لما اطلعوا على فيديوهات معينة يتم انتقاؤها. مثلا فيديو يتكلم على أصل الخلق، كيبين لك الإنسان كيف كان نطفة في عند أبيه، ثم تحول إلى رحم الأم، وتحول إلى مضغة، ثم إلى علقة، ثم تحول إلى عظام، ثم كسية العظام لحم، ثم أنشئ خلقا آخر، وربنا شق له السمع والبصر. كتشوف فيديو جميل كيعلمك أصل الخلق، وكتشوف العظم، وكتقرنه بالقرآن العظيم، فكتلقى التلميذ
يتغير في فكره وسلوكه من خلال فيديو واحد. وما أجمل مجموعة ديال الفيديوهات الملتقات اللي كتعلم حقيقة الأشياء، تعلمك حقيقة الوجود. أيضا الانفتاح على الفنون التشكيلية، كنلقاو الحمد لله أبناء ديالنا كيتعلموا الرسم وكيتعلموا الخياطة وكيتعلموا ربما الطبخ وغيرها من الأشياء الجميلة اللي كتفتح الشخصية ديالهم. ثم كتكون في كل ليلة سهرة فنية يلتقي فيها الأطفال مع فنانين كبار عندهم إبداعات وعندهم مهارات فنية، فكيتعلم أنه يكون يسمو بفكره وبفنه. وأيضا كنلقاو هناك ورشات مهمة تقام في هذه المخيمات، وكتكون فيها نداءات وتوجيهات معينة. مثلا كنلقاو بعض المضامين الجميلة، مثلا من بينها المواطنة وحقوق الإنسان. كنعلموا الأبناء الصغار ما هي المواطنة، كيف تنتمي إلى هذا الوطن وتشعر بالغيرة على هذا الوطن وتدافع من أجل هذا الوطن. ثم نربطها بحقوق الإنسان وأيضا بواجبات الإنسان، ماشي دائما حقوق الإنسان، هناك الواجبات أيضا، كيفاش كيتعلمها الطفل الصغير وكيتشبع بها. كذلك كنلقاو مواضيع عندها علاقة نعم للحياة لا للإرهاب، فكيتعلم الطفل الصغير كيف يحب هذه الحياة، كيف يتحول إلى صانع من صناع الحياة ولا يكون صانع من صناع الموت. كيتعلم السلم والسلام والأمن والأمان. أيضا كيتعلم الطفل من هو، من أنت أيها الطفل، ما هو وجودك فوق الأرض، لماذا خلقت وما هو المطلوب منك. فكيتعلم الطفل الصلاة في وقتها، كيتعلم تلاوة القرآن، كيتعلم بر الوالدين، كيتعلم صلة الرحم، كيتعلم احترام الجيران، كيتعلم روح المبادرة وروح العطاء كيكون اجتماعي. هذه كلها مجموعة مبادئ وأشياء جميلة نريد أن نعلمها أبناءنا في المخيمات الصيفية. في الجيل السابق ربما استفاد كثيرا من هذه المخيمات وربما استمتع بهذه المخيمات. اليوم كنلقاو بأن الأبناء ديالنا والبنات ديالنا عندهم نقص في هذا المجال، وحنا بغينا من خلال برنامج اليوم نسمعوا للآباء والأمهات، بغيناهم يقولوا لنا المطالب ديالهم في بخصوص هذه المخيمات الصيفية. وبغينا كذلك الناس اللي عاشوا تجربة ديال المخيمات الصيفية يحكيوا لنا اش استفدوا من ديك المخيمات، ولا شي ناس الآن يعيشون هذه التجربة الناجحة يخبرون بها، لأن هناك ضعف إعلامي في بيان اشنو من المخيمات. هذا الكلام ذكرته لأن جو عندنا الإذاعة مجموعة أمهات وكيقول لك عندنا وليداتنا في سن المراهقة 13-14 سنة ما لقيت فين نديرو، العطلة الصيفية تمضي وكنلقى بأنه يضل بالليل نائم وبالنهار نائم، وإما كياخذ الانترنت وإما كيمشي للمقهى وإما كيمشي عند بعض الأصدقاء ديالو اللي هما عندهم أفكار غريبة، وإما كيمشي الشاطئ بوحده كيكون معرض للغرق، ما كاينش التأطير ما كاينش التنظيم. بغاو هاد الأمهات والآباء يعرفوا فين كاين المخيمات الصيفية وشكون اللي كيقوم بها، لعل وعسى يلقاو واحد التوجيه معين. فمرحبا بالجميع، وأيضا نوجه نداء للمسؤولين في هذا البلد الأمين من أجل الاهتمام أكثر بعالم الطفولة وعالم الشباب، خصوصا في المرحلة الصيفية اللي هي فراغ كبير، وبغينا نملؤها بالفراغ بما يفيد، بما يبني الوطن والمواطن، وأيضا يبني القيم الإنسانية ديال المحبة وديال المودة وديال التضامن وديال التكافل، وأيضا يبني القيم الدينية المبنية على الحياء والمبنية على الإيمان الصادق وعلى المواظبة على الصلاة وتلاوة القرآن واحترام الوالدين وغير ذلك من هذه القيم الإيجابية. فمرحبا بجميع المتصلين والمتصلات، وغنذكركم بأرقامنا الهاتفية لمن أراد أن يشاركنا في هذا النقاش حول المخيمات الصيفية. أرقامنا هي 05-22-88-60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52.
نبقى مع هذا الفاصل القصير ثم نعود لاستقبال مكالماتكم، فمرحبا بالجميع. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، واللحظة نستقبل مكالمتكم. معنا أول مكالمة من فاس مع أخينا السي محمد. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم سي محمد من فاس. ربما انقطع الخط، يبدو أن هناك مشكل في التواصل. معذرة لكل المتصلين والمتصلات. وكما ذكرنا بأن موضوعنا هو المخيمات الصيفية اللي بغينا وليداتنا وبنياتنا يستفدوا منها، وخصوصا بغينا الأسر الفقيرة والمعوزة اللي عندهم ربما تعدد الأبناء ويتعذر عليهم توفير ميزانية مناسبة لتغطية تكاليف العطلة الصيفية لأبنائهم. كيفاش ممكن يستفدوا من هذه المخيمات بأثمنة رمزية، ونكتر من هذه المخيمات لزرع قيم المواطنة والقيم الإنسانية في قلوب أبنائنا وبناتنا؟ إذن غناخذ السي محمد من فاس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيد طيب بخير. مرحبا مولاي. سيدي لاباس عليك. أهلا وسهلا بك أخويا. سيدي مرة أخرى كنشكر روميد راديو. العفو. وهنيئا لها بالمرتبة الأولى وبالريادة. ذاك بفضل الله تعالى ثم بفضلكم أنتم لله المستمعين الأوفياء. الحمد لله. السيد الطيب غادي نحكي لك على واحد السيد كان معنا في العمل. نعم. أنقل لك الصورة ديالو كما هي. يعني رجل يعني مسكين بسيط. نعم. يعني يتجاوز 60 من العمر. نعم. أمي. نعم. عمره ما قرا حتى شي ساعة. لم لا يصلي مسكين، ما كيصليش كاع. الله حكم الله طيب الله. العجيب والغريب اللي غنكتشف ان كلمه التوحيد. نعم. اشهد ان لا اله الا الله وان محمد واشهد ان محمدا رسول الله. نعم. لا يستطيع يقولها ينطق بها بشكل سليم. واش عنده شي مشكل في النطق او انه لم يتعلمها؟ لم يتعلمها، لم يتعلمها. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني تجاوز ستينته وهي يعني فاجئني، انا فاجئني بزاف. لا اله الا الله. يعني هذا معنا في الحرف، يعني معنا في العمل، يعني في السميت، يعني تعمل معنا يعني ستينه وحنا متعايشين معاه. لا اله الا الله. اجتهدنا، بغيت حيدت له ديك اشهد ان لا اشهد ان واشهد ان، حيدناها له. نعم. نقول غير لا اله الا الله محمد رسول الله. ما شاء الله. خففت عليه شي شويه، يعني بداك يتهجاها شويش. نعم. بقينا معاه يعني لمدة شهر ولا شي حاجة، وقسمناها له على جوج. لا إله إلا الله شحال حنا كنردوها معاه، محمد رسول الله شحال حنا كنردوها معاه. يعني استطاع أنه الحمد لله سميتو رغم أن كاين شوية ديال اللهجة، لكن الحمد لله بدا كينطقها. بالنسبة للصلاة قلنا له عرفتي شغي وقف اللي قلناها وقولها تنفعك. يعني صعيب باش تحفظوا الفاتحة وهذه. نعم. وبالتالي رشدناه قلنا له عرفتي شي طول الجامع الصف الاول ديما حدا الامام، داكشي اللي قالوا الامام نقولوا موراه. نعم. فالحمد لله تحصل عنده قابليه انه يعني يسميتو فبدا كيمشي للجامع، بدا هو الاول كيدخل للمسجد، فتحسنت الاوضاع ديالو الحمد لله. يعني هو حس بواحد الحلاوه، يعني انتقل من عالم لعالم. ما شاء الله. كان عايش الفراغ مسكين، وعايش يعني عايش يعني سميتو اللي صورها كياكلها والله يجعش بركه. عنده وليداته خلاص، متزوج عن وليداته. سي محمد انه عمره ما دخن، عمره ما سكن. نعم. سي محمد، هذه الشخصيات شكون اللي كيتحمل المسؤوليه في عدم تعليم هذا الشخص هذه المبادئ اللي هي اولويات؟ هو مسكين تربى يتيم، والناس اللي تربى عندهم يمكن تما ما انتبهولوش هذا الامر هذا، ومنين يعني يحس براسو انه هو يعني عزيلي وغادي يخرج للعمل في مهني هكا حرفي فين ما كان كيخدم فهمتي، كيخدم بالاجره. نعم. ما كاينش اللي ينبهو. فجاء الله سبحانه وتعالى يعني جات الهدايه في اخر الايام ديالو، يعني مازال بحياته مسكين، يعني دابا في مشهد في الثمانينات، يعني كنهضر عليك هادشي 14 عام ولا 15 عام باش كان معايا في العمل. نعم خويا. كيتلقى دابا كنقول لك الله يرحم الوالدين، يعني كتحس بديك الله يرحم الوالدين تدخل في الاعماق. الله اكبر، لا اله الا الله. يعني واحد الاحساس عجيب. يعني ما كيخطيش الجامع هذا نصف الاول، حفظ الفاتحه، حفظ اركان الصلاه، حفظ المهم تعلم تعلم، مابقاش ديك العالم اللي كان فيه ديال الغفله وديال الجهل. ما شاء الله ما شاء الله. فانتقل الحمد لله، جاء الله سبحانه وتعالى، لكن
الا كان شي حسنه درناها في الدنيا سيدي الطيب راه درنا عند الرجل. هنيئا لك سيدي محمد، هنيئا لك اخويا، هنيئا لك اخويا. هذا الصوره ديال هذا الرجل هذا هو صراحه الله هو عبره. نعم. كاين واحد النعمه راه خصني اذكر بها، يعني اللي عنده شي حاجه ديال العلم يحمد الله سبحانه وتعالى ويشكره. اكيد. قول الله سبحانه وتعالى: وانزل عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الله اكبر. العلم شي حاجه فضل عظيم، فضل عظيم، اللي عنده شي حاجه ديال العلم يحمد الله بالليل وبالنهار. نعم اخويا. هذه سميتو العلم الاميه شي حاجه خطيره بزاف. نعم سيدي. الاشاره الثانيه ان الانسان ضروري خصو يتواضع مع ذوك الناس اللي بسطاء وكيعيش العفويه والواقعيه وكيعيشوا هكا يعني التواضع. نعم. فالانسان كيرتاح معاهم، الانسان ما هز لا حمل ولا والو، يعني اللي صوره ضحك يعني واكل شارب ضحك، اللي صوره كياكلها وما هز لا هموم ديال الدنيا ولا حتى شي حاجه. ما شاء الله. يعني الانسان ينزل عند الناس البسطاء راه كيكونوا في يعني في الشارع وكيكونوا في هذه، ينزل عندهم ويتواضع معاهم راه غي يعني غيستافد منهم، راه مدرسه ديال العلم. هذاك التواضع والواقعيه والبساطه والعفويه منين غادي تجيبها؟ ما قراوها لا في جامعه ولا في كليه ولا حتى شي بلاصه. نعم اكيد اخويا. الا في شيء الا عند هاد الناس بحال هادو، هاد الناس هادو موجودين بزاف. فالانسان يرتاح معاهم ويتعلم منهم، راه كيهضروا في شي كلام ديال الحكمه. ما شاء الله. شكرا لك سيدي محمد، شكرا لك اخويا على هذه الكلمات الطيبه، وهنيئا لك على هذه المبادره. فعلا في مجتمعاتنا قد نصادف بعض الناس يبدون انهم بسطاء ولكن عندهم حكم ربانيه، ربي عز وجل يقسم رزقه بين عباده، حتى واحد ما خلي بلاش، وخير يكون ما قاريش امي كيكون عنده الفتح الرباني. وخير دليل هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه الله تعالى: النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يعلمهم الكتاب والحكمة، نبي أمي لكن يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، رغم أنه أمي يعلم ويزكي. كيف ذلك؟ هذه بركة ديال الله تعالى، فتح رباني. احنا نأسف بأنك يكون إنسان في هذا السن 60 سنة وبقي لا يصلي وما كيقدرش يستقيم بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بحال هاد الناس كاينين في المجتمع ديالنا. اكثر من ذلك اخي محمد، مره صادفت واحد الانسان في هذا الشكل هذا ولقيته اكثر من ذلك باقي ما مختنش. سولته: لماذا انت ما مختنش؟ قال لك: كان ضحيه الطلاق بين امه وابيه، تنازعوا الوالدين، عاش الفقر، عاش التهميش، وبقى حياته هكذا يسير في الارض، يتيه في الارض، فيما كياكل كيشرب راه غادي السلام. حتى بلغ 60 سنة ولم يختن ولم يتزوج، غير عايش مسكين هكذا. فالفقه الإسلامي كيقول بأن الختان هو سنة الأنبياء والمرسلين، على أساس جمعوا واحد الجمعية مباركة قالوا أجي نديروا واحد الحملة ديال الإعذار ديال الختان، وغنقصدوا الفئات الهشة، غنبداو بالفقراء والمساكين خصوصا ضحايا الطلاق. دوك الوليدات اللي كيكونوا ضحايا الطلاق، موبه مطلقين، هو كيعيش بين عمو بين جدو بين بعض المقربين، ولكن ما كيعطوش الحنان الكافي ولا العنايه والرعايه المطلوبه ولا التعليم اللي خصو يستافد منه، فيظل هكذا كيتعلم حرفه اليوم هنا غدا لهيه وتمر السنوات الطوال. فنتمنى الله تعالى ان مثل هذه المبادره الحسنه للبسطاء اننا نقتربوا منهم. وسبحان الله ملي كتقترب من البسطاء الله عز وجل يعطيك ما لم يعطي الاغنياء، يعطيك الله الفتح الرباني، يعطيك الله الرزق الوفير، يعطيك الله الخير الكثير سبحانك. حتى قال في الحديث: انكم ترزقون بضعفائكم، ترزقون وترحمون بضعفائكم. كلما اقتربت من الفقراء والضعفاء والمكسوري الجناح كلما رحمك الله وكلما جاد عليك الله وكلما اسعدك الله. هذه وصفه اللي كيقلب على الرحمه وكيقلب على الغنى وكيقلب على النجاه وكيقلب على الكرامه. فين كاينه؟ لما تقترب من هؤلاء الناس البسطاء الفقراء المحرومين يعطيك الله تعالى هذه الكرامات. وقد جاء في الحديث القدسي ربنا عز وجل يتكلم فيقول: ابغوني في ضعفائكم، ابغوني في ضعفائكم. فيما تلقى شي ضعيف
اكثر منه اكثر، وربنا عز وجل غيقول لك لقد عبرت احسن تعبير عن محبتك لله، لان الخلق كلهم عيال الله، واحب الخلق الى الله ارحمهم بعياله. وحنا كنتكلموا اليوم على المخيمات الصيفيه، جميل جدا ان الابناء ديالنا والبنات ديالنا الصغار والمتوسط السن يستفيدون من هذه المخيمات، وانا ذاك يعطوه الحوار يتكلم اش دارو اش ما كيعرفش، دوك الخصوصيات اللي عنده والاشياء اللي هو محتاج اليها يتم تعليمها داخل هذه المخيمات. شكرا لك اخي محمد من فاس، ونحرر المكالمات الكثيره التي معنا. اللحظه غنمشيو عند لاله فاطمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيداير الحال لاله؟ الحمد لله لاله فاطمه. شكرا شكرا بزاف ديال الخط اليوم. مرحبا لاله، اش من مدينه لاله فاطمه؟ من القيم اسفي ولكن واحد في الجزيره. مرحبا اختي، مرحبا، اهلا وسهلا بك. بغيتك تبيع معايا الحاج بزاف. يا رحمن يا رحيم. وممكن تعطينا الرقم ديالك. واخا لاله فاطمه، اش وقع لك لاله فاطمه؟ نعم ديك العربيه وداك الشيء ما كاين لا خدمه لا والو. ما شاء الله. انا من قاريف، عندي 34 عام. نعم. وكنت الله سبحانه وتعالى يسال لي شي خدمه. يا رب يا كريم. نحفظ شويه ديال القران. يا رب. دابا راه كنحفظ اربعة الحجاب. نعم. تبارك الله. شكرا بزاف، بغيت تبع معايا بزاف، تعطينا الرقم ديالك. لاله فاطمه، سمح لي نسولك بنتي، بالنسبه في العالم القروي اللي كتعيشوا فيه تمايا، واش كاين تما شي مراكز ديال التكوين خاصه بالمراه، العمل النسوي، كيتعلموا الخياطه، الفصاله، الاعلاميات، واش كاين؟ لا ما كاينش الحاج والو، انا الاولويه ديالي الحال هو الحلم ديالي كنت بغيت نتعلم الخياطه، ولكن ما كاينش فين، ما كاين لا مراكز التكوين لا مراكز التعليم لا والو. ما شاء الله ما شاء الله. نعم العربية والناس مقهورين بزاف بزاف. لاله فاطمة، ذاك المنتخب اللي ترشح عندكم في المنطقة ودار الحملة الانتخابية ديالو تما، واش عمركم تلاقيتوا به وقدمتوا له مطالب بأنكم محتاجين في هذه البادية هذه القرية إلى مركز للتكوين أو التوجيه أو التوعية؟ أنا ما كنعرفوش ما والو، واخا تنتخب شي اللي كيقضي غرض كيزيد صافي ما كيبقى والو. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ولاله فاطمه، فين كتحفظي القران الكريم؟ واش عندكم شي كتاب قراني، شي جمعيه، ولا غير داك شي مبادره فرديه؟ كاين واحد المراه كانت كتقري واحد الدوار بعيد مني بزاف. نعم. وهذوك الناس حافظوا تبارك الله، كاين اللي ختموا وكاين اللي 15 كاين اللي تبارك الله. وحنا 8 سنين وحنا كنتمناو هادي عندنا. نعم. ما جاتش حتى الرمضان ديال العام الاول عاد جات. مزيان. جات واحد البنت هي من الدوار عندنا مسكينه، هي كانت كتقرا وقرات في لافاك وما كملتش وشدت معانا شويه. مزيان. وكنحفظوا حنا كاينين تقريبا شي 60 مرة هكاك والبنات وكل شيء. ما شاء الله. والطالية ديالي نقرا والحمد لله كنفهم كل شيء، ولكن ما كانتش الامكانيات ما كانتش. تبارك الله فاطمه، الله يبارك لك. والحمد لله دابا راه ربعة حجاب، وكنتمنى الله سبحانه وتعالى نتوح شويه نغير صارة من القران. يا رب. وبغيت يا ربي نهم في الكتابه والقراءه، كنتمنى الله سبحانه وتعالى يسال لي في شي خدمه. يا رب. حيت بزاف الناس كيخطبوا بالحكاك وكيمشوا. ما شاء الله. اللي كيجي كيمشي صافي، انا ما بقيتش بغيت شي حد يجي، تقريبا جات عندي شي 16 واحد. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. ما شاء الله. لازمك تضرب فيها نارا وتوجد وتفرش وتطيب، ما بقيتش من هذاك الوضع صافي، ما بقيتش بغيت. ما شاء الله. كيف الناس كنحس راسي راه بحال ضحك عليك بحال. لا اله الا الله. شكرا لك اختي فاطمه. الله سبحانه وتعالى وكل الامنيه ديالي بغيت شي خدمه. يا رب. يا ربي سالي فيها، ولكن ما كاينش فين شنو حيت العروبيه وداك الشيء. ما شاء الله، الله يكمل لك الرجاء لاله فاطمه، الله يكمل لك الرجاء، لا حول ولا قوه الا بالله. الاخت فاطمه من سبت كزوله دارت واحد النداء وعرفتنا بواقع المراه القرويه او الفتاه القرويه. في بعض الاماكن في بلادنا العزيز كنتاسفوا كيف اننا احنا بلاد فلاحي وعندنا الحمد لله الامطار ديال الخير وعندنا الحمد لله الطاقات الواعده، ومع ذلك بعض الناس يشكون من الفقر ويشكون من عدم العناية والاهتمام. المفروض أن في كل قرية الحمد لله تكون فيها مؤسسات ديال الخدمة الإنسانية، خصوصا العناية بالفتاة وبالمرأة القروية، التعليم، التوجيه، ودوك الحرف البسيطة.
شحال ديال الفتيات في القرية عندهم غير البهيم والفلاحة، كيمشي للحقل ويرجع للبهيمة. هما بغاو يتعلموا أشياء أخرى مفيدة، بغاو يتعلموا الإعلاميات، بغاو يتعلموا الفصالة والخياطة والطرز، بغاو يتعلموا الطبخ، بغاو يتعلموا التمريض والتطبيب والإسعافات الأولية، بغاو يتعلموا مجموعة ديال الأشياء اللي هي فيها فائدة كبيرة. لكن كنلقاو هاد المؤسسات متواجدة ولكن قليلة، بالنظر إلى المطالب الطلب كثير والعرض قليل جدا. وكنتأسفوا بأن بعض المسؤولين في الانتخابات اللي كان المفروض أنهم يسعوا إلى تطوير هاد المناطق القروية، الآن كنلقاو القرية 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 في الحملة الانتخابية. يا ما سمعنا عن القرية والبادية، ولكن كنلقاو الوضع باقي كما هو عليه. والخطاب الملكي السامي اللي كان ربما كان يشخص بشكل واضح هذه الوضعية المأساوية في بلادنا، لنطلب الله تعالى أنه يدركنا برحمته وألطافه الخفية. إلا ما كانوش المنتخبين، على الأقل كنتمنوا الجمعيات تاع الشباب، الشباب ديال المنطقة يتجمعوا، الشابات كذلك، ويديروا جمعيات. حنا عندنا في إطار قانون ديال الحريات العامة راه يسمح لكل مجموعة أشخاص تكوين جمعية، يديروا قانون أساسي ويديروا لائحة الأعضاء ويتصلوا بالمسؤولين وياخذوا المبادرات. هما يديروا مبادرة ديال مدرسة قرآنية، ورش لتعليم الخياطة والفصالة، مجموعة ديال الأشياء. كنتأسفوا بأن الكثير من بناتنا في العالم القروي كيبقى العالم ديالهم ضيق جدا. الأمل الوحيد اللي عندهم هي تزوج البنت، إذا تزوجت هذا هو الأمل، جاءها المنقذ من الضلال. لكن بحال الحالة ديال لالة فاطمة كتقول لك 34 سنة وجاوها 16 خاطب وكلهم كيمشيو، أكيد أنها كتشعر بواحد نوع من الانهزامية، كتشعر بواحد نوع من اليأس. لالة فاطمة، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا شك لالة فاطمة بأن المشكل قد يكون مشكل فقر، مشكل طلب وعرض، مشكل أزمة الشباب ما كاينش التشغيل والعمل والتكاليف الزواج، كيقدر يكون هذا مشكل عقلاني واضح. ولكن هناك مشاكل أخرى كتكون هي موانع من الزواج. أحسنت لالة فاطمة من مشيتي للقرآن الكريم، نبغيك بأنك كلما بديت تحفظ القرآن طلب من الله تعالى أنه يرفع عنك هذه الموانع. راه هذه الموانع كتكون أخطر من الخطر، كيخلي الإنسان مقيد، كيبقى بلوكي، أنه ما يتزوج ما يتشافش أصلا، كيتسمى غير منظور. هناك الإنسان المنظور اللي كتلقاه كتشد فيه العين دغيا، كيقول راه منظور زين تبارك الله عاطي العين، غا كيشوفوه الناس كيمرض غدا في الصباح، هذا المنظور. وكيكون في عين دغيا كتشد فيه الحسد. وكاين الغير المنظور، كيكون زين ولكن ما كيتشافش، ما يتزوجوا معاه، ما يتباعوا معاه، ما يتشاروا معاه، ما يتوظف، كيبقى دائما عاطل عن الحركيه، هذا الغير المنظور. لعلك الى فاطمه انت غير منظوره، 34 سنه الناس كيقتربوا منك، ثم 16 خاطب وكيصرفوا، اكيد ان عندك شي مانع من الموانع. غنطلب منك لالا فاطمه تقراي كل ليله سوره الليل، الليل كتحيد ان شاء الله تعالى جميع الموانع باذن الله. ومره قري سوره الفتح، بعد تقري سوره الليل واحد الفتره زمنيه، الا قدرت تقريهم جوج وقت واحد، تقري سوره الليل هي الاولى، تحيدي بها الموانع اللي عندك. والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى. هذه الايه، هذه السوره ديال الليل، معروفه انها تزيل الموانع. الموانع كتكون تابعه، كتكون العين، كتكون الحسد، كيكون السحر، ويقدر يكون غير القدر الالهي. ملي نسالي منها نقراها مره او ثلاث مرات او خمس مرات او سبع مرات، كان بحال كنصبن كنقي الصحيفه ديالي. ومن بعد ملي نسالي نلقى سوره الفتح، ان فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك. نقراها قراءه متقنه وخاشعه، وغتلقى بان الله عز وجل غادي يرفع عنك المانع ويعطيك الفتح المبين. اسال الله الكريم لالة فاطمة ان يسعد قلبك وان يزيل عنك كل مانع ويرفع عنك كل عكس ويعطيك القبول والفتح المبين ويختار لك الزوج الصالح ويعطيك الله الذرية الطيبة والرزق الوفير والخير الكثير. اللهم امين يا ربي يا كريم. شكرا لالة فاطمة من سبت كزولة من اقليم اسفي. وغنتحولوا الى اكادير مع لالة نجاة.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السوق طيب قريبا كبير للبسالين. حياك الله بنتي الله يبارك فيك. كنشكرك على هذا البرنامج. العفو بنتي. بغيتك عمي الحاج دعها معايا. يا مرتبك شوية حمس كنهضر معك. اش وقع لك بنتي نجات؟ انا عندي مشكل في الزواج ملي عندي 14 عام، انا كيجي ولدي جا كيمشي لي جا كيمشي فتعقد حياتي. لا حول ولا قوة الا بالله. والحالة فقيرة، انا كنخدم مشكلة الصبر باش نخدم ما بقاش عندي. الله اكبر الله اكبر. لالا نجات، شنو هو السبب اللي خلى هاد الناس كيمشيو لعندك ويجيو وينصرفوا؟ شنو هو السبب في النظر ديالك؟ ما كيبان لي حتى سبب، الحمد لله خلقني الله، ما خصني حتى حاجة، بالدين ديالي بالاخلاق ديالي بالصواب الحمد لله، ولكن ما فهمتش علاش. لا اله الا الله. الى من عند الله، مرحبا بي. لا اله الا الله. شحال دابا عمرك لالا نجات؟ عندي 29. الله يصلح شبابك بنتي، الله يصلح شبابك يا رب يا كريم. لا اله الا الله، الله يكمل لك الرجاء. من الحاج في حالتي بزاف. الله اكبر. نجات، شنو هو الافق في المستقبل كيبان لك الحياه؟ واش كاين فرصه ديال العمل اللي تكسبي بها قوت يومك، ولا ربما كتنتظري المخلص من هذه المعاناه هو الزوج اللي غادي يخليك يضمن لك حياه كريمه، او اش كيبان لك في المستقبل ديالك في الحياه؟ انا كنتمنى من الله يرزقني شي زوج صالح اللي ينسيني كلشي هادشي اللي داز عليا. يا ربي يا كريم يا ربي يا كريم. امين. يا رب لالا نجات، الله يكمل لك الرجاء بنتي، الله يكمل لك الرجاء. وهذه الفتره الزمنيه اللحظه كنعيشوها هي لحظه اذان صلاه العشاء حسب توقيت الدار البيضاء والنواحي على وشك. نطلب الله تعالى في هذه الساعه المباركه اللي فيها ابواب السماء مفتوحه ان الله عز وجل يكرمك اختي نجات، الله يكرمك بكرمه ويختار لك الله شي زوج يكون صالح ويكون مبارك ويكون مرضي. بنتنا نجات نموذج لفتياتنا وما اكثرهن، المنكسرات الجناح، كتكون تنتمي الى اسره فقيره، لم تستكمل تعليمها، فرص العمل قليله ونادره، ما كاينش طلب، ما كاينش العرض اصلا، كتبقى كتدور في واحد الدائره مفرغه. نجات قالت واحد الكلمه كبيره، قالت لك انا الصبر ما بقاش عندي، يعني تمارا دوزاتها والامل كتنتظر فيه ما بقى عندها صبر. وقالت كلمه اخرى اكثر منها، قالت لك تعقدت. ممكن تشوفوا الصوره النفسيه ديال متنا امل بان كيبان الحياه كانها مظلمه بالمقاييس الدنيويه. اختي نجات غنقول لك هذا الكلام اللي وصلتي ليه، راه الحياه فعلا مظلمه ومكبله، ولكن بالمقاييس الايمانيه لا، ليس هناك اي مشكل. بالمقاييس الايمانيه نقول ان رحمه الله واسعه، ونقول اذا شاء المولى عز وجل من اللحظه او غدا ان شاء الله يفتح لك الله تعالى ابواب الخير وابواب الفرج وابواب العطاء وابواب الكرم. اذا فكرنا بالمنطق الدنيوي رحنا في وضعيه صعبه، ولكن ملي نفكروا بالمنطق الايماني الرباني، لنا رب اسمه الكريم، لنا رب اسمه اللطيف، لطيف بالعباد، لنا رب قادر ان يغير قدرنا اللحظه. الله تعالى يغير قدر العبد والأمة، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده ام الكتاب. قادر سبحانه وتعالى ان يغير كل شيء في حياتنا، يعطينا الله تعالى المزيد من الصحه والعافيه وتالق روح الشباب في صدورنا، يعطينا الله الرزق الوفير والخير الكثير، يعطينا الله القبول في الارض وفي السماء. إذا أحبك المولى عز وجل هيأ لك كل شيء يكون في خدمتك، لا ينبغي أن نيأس ولا أن نحزن. نسأل الله الكريم في هذه الساعة المباركة التي يرفع فيها آذان صلاة العشاء حسب توقيت الدار البيضاء والنواحي أن يفتح للجميع فتحا مبينا، ويرزق الجميع رزقا حسنا، ويكرم الجميع كرما عظيما. اللهم آمين يا رب يا كريم. نرفع آذان الصلاة، نقوم لأداء الفريضة، ثم نعود لنواصل. تقبل الله من الجميع. صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدنا أيها الأحبة الكرام لنواصل هذا اللقاء المبارك، ونسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع الصلاة، ويوفقنا جميعا لأدائها في وقتها مع الجماعة، ويرزقنا الإخلاص والخشوع، ويتقبل الله منا ومنكم أجمعين.
ونستقبل المزيد من المكالمات. كنا قبل أذان صلاة العشاء مع الأخت نجاة من أكادير، اللحظة نتحول إلى مراكش مع لالة مريم. السلام عليكم دكتور قريبان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كدير خويا بخير؟ الحمد لله لالة مريم، الله يبارك فيك. كل شي بخير؟ أكرمك الله لالة. الله ينورك سيدي على البرنامج اللي كتقدم لنا. العفو لالة، الله يكثر خيركم. الله يكثر خيرك. يا مرحبا. بارك الله فيك. بغيت نسويك دكتور قريبان الله يخليك على صلاة الضحى. نعم. علاش الانسان ما كيديرهاش ما بسمش لي دراها مرتاحه هكا شويه؟ نعم بنتي. ايه بغيت نسولك على صلاه الضحى، علاش الناس ما كيحسبوهاش مع صلوات الخمس؟ فاش كتسولهم بحال هكا على شحال صلاه كاينه في النهار؟ نعم. كيقولوا لك غير خمسه ديال الصلوات اللي كاينين، ما كيدخلوش مع هذيك صلاه الضحى. نعم. ما فهمتش علاش الناس ديما كيلغيو هذيك الضحى واغلبيه الناس ما كيصليوهاش، واش كاين شي ذنب هذه الصلاه اللي ما كتصلاش؟ يا بنتي مريم شكرا جزيلا. مع الصلوات الاخرين. وبغيت الله يخليك الدعم معايا دكتور قريبان. يا رب. وقع لي واحد المشكل في الصحه ديالي وبغيتك الدعم معايا الله يخليك. الله يشافيك بنتي، الله يشافيك يا ربي يا كريم مريم، الله يمتك بالصحة والعافية وتمام العافية. وكجواب بنتي مريم عن سؤالك، هي الضحى ليست من الفرائض، هي من السنن. الصلاة هي ركن من أركان الإسلام، وكم من صلاة عندنا؟ هي خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات فقط. ربنا عز وجل في بادئ الأمر فرض على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم 50 صلاة في اليوم، وذلك في واقعة الإسراء والمعراج. جميع الأحكام الشرعية نزلت فوق الأرض، الصيام، الحج، الزكاة، البر الوالدين، جميع الأحكام نزلت فوق الأرض إلا الصلاة، نزلت في السماء بل فوق السماء. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج ووصل إلى سدرة المنتهى، هنالك ربنا عز وجل كلمه تكليما، فكان سيدنا محمد الكليم، كلمه الله تعالى وقال يا محمد فرض على أمتك 50 صلاة، فأخذها النبي الأكرم لما كان قافلا راجعا من الإسراء والمعراج. التقى بسيدنا موسى عليه السلام، قال لي ماذا فرض عليك ربك؟ قال فرض على أمتي 50 صلاة في اليوم. فسيدنا موسى كان نبي عنده أسبقية وعنده تجربة، قال لي إن أمتك لن تتحمل 50 صلاة، اسألني أنا، كنت مع بني إسرائيل وكانوا كثيري اللجاج والعناد والرفض، لن تطيق أمتك، ارجع إلى ربك واطلب منه أن يخفف عنها. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم والتمس من الحق سبحانه وتعالى أن يخفض عدد الصلوات، فجعلها الله تعالى 40 صلاة. ثم رجع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فالتقى مع سيدنا موسى في الطريق، ماذا فعل معك ربك؟ قال فرض علي 40 صلاة. قال لا، ما زاد كثيرة، أمتك لن تطيق 40 صلاة، ارجع إليه. بمعنى أن الأنبياء والمرسلين أحياء، الموت ماشي حقيقة، الموت فقط غير انتقال من عالم إلى عالم. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. سيدنا موسى يتكلم ويفكر ويجادل ويناقش، هو حي، هو بالمنطق البشري مات لأنه خرج من عالم الشهادة وذهب إلى عالم الجلال، من عالم الفناء إلى عالم البقاء، عالم الغيب، فهو هناك حي يرزق. فكان كل مرة يطلب من سيدنا محمد أن يرجع، نصيحة نبوية من نبي كريم سيدنا موسى إلى نبي عظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبقى سيدنا رسول الله يذهب كل مرة وربنا ينقص له حتى وصل إلى 5 صلوات في اليوم والليلة. من يرجع سيدنا موسى قال لي أعد إلى ربك واطلب منه أن ينقص، 5 راه بزاف عليهم. فاستحي سيدنا محمد قال إني أستحي أن أعود إلى ربي وأطلب منه أن ينقص من هذا العدد.
فجعلها الله عز وجل خمس صلوات في اليوم والليلة. لما قبل بها النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلى الأرض، شوف ربنا عز وجل الرحمن الرحيم ماذا قال له: يا محمد، وإن لأمتك بهذه الخمس صلوات 50 صلاة، أجر 50 صلاة، لأن هناك قاعدة عامة: الحسنة بحشر أمثالها. فنادى ربنا عز وجل في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، وإن لأمتك بهذه الخمس صلوات 50 صلاة تامة تامة تامة. هذه نعمة من الرحمن الرحيم الكريم الجواد. خمس صلوات هي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهذه مواقيت مهمة. رأى علماء في اليابان الآن اكتشفوا بأن عند دخول وقت الصلاة يتغير الأجواء العالمية كلها، يتغير المناخ، تتغير حركية الفضاء، تتغير حركية السحاب، هناك أشعة غريبة تظهر في أثناء وقت الصلاة، وهذه الأوقات مهمة وضعها ربنا عز وجل فيها أسرار عظيمة. إن شاء الله نتكلم عنها في يوم الجمعة، قد يكون برنامج ديني يوم الجمعة صباحا في الدين والحياة من 10 إلى الظهر، يكون إن شاء الله برنامج ديني نتحدث بتفصيل عن هذه الأحكام. أما صلاة الضحى هي أصلا صلاة الضحى هي كتسمى من سنن الهدى، لأن عندنا الفرائض وعدنا النوافل وعدنا سنن الهدى وعدنا السنن المؤكدة، بل هي من السنن المؤكدة. شوف الفقهاء كيف قسموا هذه الأحكام، قالوا ألالة مريم، قالوا في الأول كنا عدنا الفريضة. ما هي الفرائض؟ هي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وعدنا السنن المؤكدة، شكون هي؟ هي الضحى والشفع والوتري، كتسمى سنن مؤكدة. وعدنا سنن الهدى، هي اللباس وطريقة الكلام وهيئة الجلوس وطريقة الطعام، كتسمى سنن الهدى. كيف كان ينام النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان يستيقظ؟ ماذا كان يقول؟ ما هي أدابه في الطعام والشراب؟ ما هي أدابه في الحوار والمحادثة؟ ما هي هيئته في اللباس، في مشط شعره مثلا؟ كل ذلك تسمى سنن الهدى، فيها أجر وتواب لمن قام بها، ومن لم يقم بها فليس عليه لا لوم ولا عتاب ولا عقاب. لكن السنن المؤكدة اللي هي جوج، هي الضحى والشفع والوتر، هي ماشي فريضة وهي ماشي نافلة عادية، هي بين فلابد أن نحافظ عليها. الضحى تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها، يصليها حتى نقول لا يكاد يتركها، وكان أحيانا يتركها حتى يقال أنه لا يصليها، حتى لا تفرض على أمته، لأن اللي كيبقى يسول بزاف تفرض الفرائض. بحال واحد الصحابي قال لي: يا رسول الله، أنا حج كل عام. قال لي: لو قلت نعم لوجبت. ثم نزل قول الله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. نهانا عن السؤال. فالضحى هي سنة مؤكدة فيها أجر وثواب عظيم. يكفي أن من صلى صلاة الضحى ربنا عز وجل يحميه ذلك اليوم. ملك صلاة الضحى عندك حماية، عندك تأمين رباني، ما يوقع لك لا مشكل لا صعوبات في الحياة ولا فقر ولا ظلم، ما كيش لأديك، أنت في حماء الرحمن. صلاة الضحى، وجميل أن تقرأ صلاة الضحى من 2 إلى 8 ركعات، ركعتين ونسلم، إذا أردنا أن نضيف ركعتين ونسلم، إذا أردنا أن نزيد ركعة نسلم، إما 2 إما 4 إما 6 إما 8، كله أجر وتواب. وفي الأول نقرأ بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد بعد الفاتحة. الركعتين الثانيتين جميل أن نقرأ بسورة الضحى والليل إذا سجى، والركعة الثانية بألم نشرح لك صدرك. هذا من السنة النبوية الشريفة كان يواظب عليها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. والصالحون من أمة لا إله إلا الله اكتشفوا بأن الذي يصلي ركعتي الضحى، الركعة الأولى بالفاتحة والضحى والليل إذا سجى، والركعة الثانية
بالفاتحة وألم نشرح لك صدرك، هذا يكون في حماية الرحمن وفي كرم رب العباد. يعطي الله الخير والبركة والتيسير، موفق بإذن الله، موفق في العمل، موفق في صحته، موفق في رزقه، موفق في عائلته، فيما مشيتي موفق، الباب اللي دقيتك يتفتح. فقط أن تواظب على ركعتي الضحى، الركعة الأولى بالفاتحة والضحى والليل إذا سجى، والركعة الثانية بالفاتحة وألم نشرح لك صدرك. لأن في الضحى ماذا كاين؟ كاين واحد السر إلهي، واحد المفتاح عظيم من مفاتيح الفرج اللي في قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك 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 العطاء العطاء العطاء، ولسوف يعطيك ربك الربوبية رب العباد فترضى. غتكون راضي لا صليتي بهذه الركعه، كتكون دائما راضي، ما عندكش اللي يسولك عندك شي مشكل، ما عنديش، واش عندك شي خصاص، ما عنديش، واش مريض، ما مريضش، حقر عليك شي حد، ما كاينش اللي حقر، اش وقع عليك، منعم مكرم من عند الرحمن، حيت ربنا قال لنا ولا سوف يعطيك ربك فترضى. الركعه الثانيه كنقراو فيها الفاتحه وألم نشرح لك صدرك، هذا ما تضرش بك نهائيا الأمراض النفسية، ما عندك لا قلق لا توتر لا حسرة لا بكاء على الماضي نهائيا. ألم نشرح لك صدرك، صدرك منفتح، ووضعنا عنك وزرك، داك لفاغدو داك التقل اللي فوق ظهرك كيحيد ما كيبقاش جرو معاك، وكيرفع الله المقام ديالك فيه، ولا سوف يعطيك فيها ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك، كيعود الذكر ديالك محبوب عند الجميع، محبوب عند العائلة، عند الأحباب، في العمل، فين مشيتي محبوب، ورفعنا لك ذكرك، ذكرك مرفوع، كيقولوا فلان الله يعمر له الدار، فلانة الله يعمر لها الدار، وما كيش العسر، إنما العسر يسرى، إنما العسر يسرى، اللي واظب عليها عنده أجر وثواب كريم وعظيم وحياة طيبة وحياة سعيدة، وهذا سر من أسرار الله وكرامة من كرامات الله. أكثر من ذلك، أبواب الجنة ثمانية، هناك باب التوحيد، باب الصيام يسمى الريان، باب كذا طاعة الوالدين، وهناك باب الضحى، هناك ثمانية أبواب في الجنة، كاين باب من الأبواب المهمة باب الضحى، لأنك يكون الازدحام يوم القيامة عن الأبواب، الولوج إلى جنات الخلد ندخلها من ثمانية أبواب، كل باب ما شاء الله على باب، قد تكون أنت عندك الخيار واش تدخل من باب الريان، لك أنت من الصائمين كتصوم دائما رمضان وتتبعه ستا من شوال وتصوم الاثنين والخميس والأيام البيض، أنت من الصائمين كتدخل معززا مكرما، عندك إنكارت بلونش فيها لسي باسي لسي فاغ بالتعبير الدنيوي، كل ميسر، لاش تشوف باب عامر كتشوف باب الثاني باب الضحى، تا هو لك تم محافظ على صلاة الضحى، وهكذا كل باب من الابواب فيه خير وبركه. فنسأل الله تعالى الكريم ان يوفقنا جميعا للمحافظه على صلاة الضحى في وقتها، وسوف نرى عجائب قدرة الله تعالى في عطائه وكرمه وجوده، ما تبقى تبالك لا ازمه اقتصاديه ولا ازمه اجتماعيه ولا ازمه سياسيه ولا ازمه اعلاميه ولا ازمه نفسيه نهائيا، كيبالك غير الخير ديال مولانا، الخير والبركه والتيسير والرزق الوفير والعطاء الكثير، والباب اللي دقيت عليك يتفتح وسير لقدام. لا اله الا الله، الله يكرمنا واياكم بخيري الدنيا والاخره. شكرا لك لاله مريم من مراكش، وغنتحولوا الان الى مدينه اخرى الى مكناس مع لاله لطيفه. السلام عليكم سيدي الحاج. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يطول عمرك سيدي، والله سيد احمد عادك والله يكثر خيرك. اعزك الله سي لطيفه. الله يرحمك الوالدين على كل ما تتحيدنا وما تتنوصنا، الله ينوصك بالرحمه ديال سيدي ربي. اللهم امين الله. شكرا لك للطيفه. الله يجازيك بالخير، خرجت بالخير في وليداتك ان شاء الله. امين. فعيل. امين يا ربي يا كريم. الله يرحم والديك، الله يجازيك بالخير، الا ما بغيتك تطلب لي الله الواحد الراجل عندي عليه واحد الكرب واحد الثاني لما يخلص علينا وعليه تبعات الدنيا وتبعات الاخيره. يا ربي يا كريم. ونطلب من المستمعين يقولوا امين، الله يجازيهم بالخير. يا ربي يا كريم. وتطيب مع واحد الوليد مبلي، الله يجازيك بالخير ورحمه والديك، واحد الوليد مرضي ومهدي وحنين فيا ومبلي ليا تيبكى بالبكا باغي يقطع وباقي ما عندوش الاراده، الله يجازيك بالخير. الله الله الله. تنطلب من الله ومنكم المستمعين يقولوا امين يا ربي، لما يعفو لي عليه يا ربي يا كريم. يا ربي يا كريم، اللهم امين. واحد الوليد اخر تعقد ليا تضربوا عليه شي واحد ينظر من وعد وانا هو في الباك وضع ليا في الباك ديالو وما نجحش، ولا لي معصوب ومعقد دابا حالته، الا ما تطوبوا لي الله يفرج عليا هذا الهم اللي انا فيه.
يا ربي يا كريم يا ربي كريم. يجازيك بخير ويرحم والديكم. يا ربي اختي لطيفة، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أختنا لطيفة تكاثرت عليها المشاكل والكروب. أحيانا يكون الإنسان في مواجهة الحياة وعنده كروب شتى ويبحث عن المخرج. أي باب يطرق؟ باب شي مؤسسة إدارية، باب شي منظمة دولية، أي باب يطرق؟ كل شيء يقول لي ماشي اختصاص ديالنا. كيبقى دائما الإنسان في حلقة مفرغة، ويبقى باب الله، باب الله المفتوح في كل وقت وحين. إذا أغلقت عنك الأبواب عن اليمين شوف اليسار، إذا أغلقت أبواب اليسار انظر إلى الأمام، إذا أغلقت أبواب اليمام انظر إلى الخلف، إذا أغلقت جميع الأبواب ارفع رأسك إلى السماء. كيبقى باب الله تعالى مفتوح على طول، على امتداد الوقت والزمن، باب الله مفتوح سبحانه وتعالى. أختنا لطيفة يبدو بأنها تكالبت عليها الهموم والكروب وتريد أن مخرج من ذلك. لا شك أنها تدعو الله تعالى، امرأة مؤمنة تدعو الله تعالى، ولكنها تطمع في شفاعة المستمعين المكرمين. هذا البرنامج يتابع عدد كبير من الصالحين والصالحات والمؤمنين والمؤمنات والفاضلين والفضليات، ويتابع خصوصا كثير من الصابرين والصابرات اللي هما يا مكسوري الجناح، اللي هما مهمومين. هادو كيتسموا ضيوف الرحمن. الله عز وجل عنده الضيوف ديالو. شكون هما ضيوف الرحمن؟ جوج الناس. الصنف الاول هم حجاج بيت الله الحرام، كيتسموا ضيوف الرحمن، ملي كيلبسوا لباس الاحرام وكيتسموا غادي متوجهين الى مكه المكرمه والمدينه المنوره، كيكونوا ضيوف الرحمن. تركوا اموالهم وديارهم وتجارتهم وامتعتهم، بل وتركوا حتى لباسهم وتجردوا من المخيط والمحيط وذهبوا الى الرحمن يقولون لبيك اللهم لبيك. هذوما الضيوف الاوائل. الضيوف الثانيين ديال الرحمن شكون هما؟ هم اولئك المبتلين اما بالامراض والاسقام واما بالديون واما بالمشاكل الاسريه، وصابرين مبتلين صابرين. المبتلى الصابر يسمى ضيف من ضيوف الرحمن. الاخت لطيفه هذه ضيفه من ضيوف الرحمن، تدعو الله تعالى وتطمع ان يشفع لها المستمعون الفضلاء الكرماء. فالله يجزيكم بخير، ديروا معنا هذه الحسنه وديروا واحد الفتحه لله تعالى، لعل ربنا عز وجل يسمع من احدنا، لعل شي واحد منا يكون من المقربين الى الله. والغريب ان المقربين الى الله كيقدر يكون انسان بسيط، انسان هين في الهامش، هذاك هو اللي فيه السر الالهي. تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، شانه رفيع، هو في منظور الناس هين. كتلقى ربما عنده شي وظيفه بسيطه، كيمارس شي عمل وضيع في الهامش، ما عنده تقيمه، ربما بدون عمل اصلا، كتقول هذا لا يساوي شيء في منظور الناس، ولكنه في مقام الله تعالى وفي منظور الله عظيم. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فالتوحد فينا ما يبخل. اللهم يا رب يا كريم، اختنا لطيفه اللهم فرج عنا كرب زوجها، اللهم ارزقه رزقا حسنا يا رب، فك عنه دينه يا رحمن يا رحيم يا رزاق، ارزقه ارزقه من حيث لا يحتسب يا رزاق يا كريم، يا من عندك خزائن السماوات والارض، تجلى عليه بالرزق وبالعطاء وبالكرم وبالجود. يا ربنا قلت وقولك الحق، يا عبادي لو اجتمع أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على صعيد واحد وطلب مني كل منكم مسألته وأعطيتها له، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا ربنا أرنا عجائب قدرتك، وارزقه رزقا حسنا، وارزق كل من كان مدين وكل من كان فقير وكل من كان محتاج، ارزق رزقا عظيما يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. قولوا معنا جميعا آمين. آمين يا ربي يا كريم. الأخت لطيفة عند مشكل آخر مع ابنها وفلدت كبدها، اللي كتقول بأنه مرضي ومهدي ولكنه مبتلى. للأسف الشديد الكثير من الأمهات كيتصلوا بالإذاعة، أمهات مجروحات، عندهم واحد الولد او واحد البنت خرج لهم من الطريق، فرحوا به، ربوا احسن تربيه، قروا احسن قرايه، داروا جهدهم، ولكن ملي كيوصل 17 18 سنه 20 سنه كيتبدل عليهم كليا. اما يبتلى بالمخدرات او بالتدخين، واما فتاه كتهرب من العائله وكتمشي كتغبر فين كتمشي الله اعلم، واما كما تعلمون جميعا هاد الامهات
أشد عذاب ممكن يلاقيه الإنسان من يلقى فلدة كبده، ابنه، قرة عينه يخرج من طوعه ويديه ويبتلى. وذاك الابتلاء الله يحفظنا وإياكم كيشد في هاد الوليدات وفي هاد البنيات، كيشد فيهم ما كيبغيش يحيد. جلس معاه، تناقش معاه، دير معاه الحوار، ادي على الطبيب نفساني خبير، ادي عند محلل اجتماعي رفيع المقام، ادي في مدته. كيبقى هو هكذا ما كيتغيرش، كيغير شيء واحد وهو الدعاء لصاحب الامر، للخالق البارئ عز وجل الذي بيده كل شيء. فندير واحد الفاتحه لنا لطيفه مع وليدها ومع جميع الامهات اللي عندهم ابناء وبنات في وضعيه صعبه. اللهم يا رب يا كريم يا ودود يا ودود يا رحيما بالعباد، اللهم رد بهذا الشاب، رد به ردا جميلا، وجميع شباب المسلمين اللهم حبب اليهم الايمان وزينه في قلوبهم وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من عبادك الراشدين. اللهم احفظهم من المخدرات ومن التدخين ومن الانحراف، واحفظهم من اصدقاء السوء. اللهم رد بهم ردا جميلا برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم ابلهم بالصلاة وبالذكر يا ربي، كما قلت إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. سبحانك يا عظيم، كما هديت عبادك الصالحين اهدنا واهديهم جميعا إلى طريقك المستقيم. اللهم اهدي هؤلاء الشباب للأمهات والأباء ديالهم كيتعذبوا، طرقوا الأبواب الشباب اللي كيديروا التدخين وكيديروا الانحراف، راه مساكن الوالدين كيتسلفوا وكيتكلفوا. كتحكي لي بعض الامهات كيفاق في الصباح كيقول لها بغيت 100 درهم 200 درهم جيبيها دابا ولا غنقتلك، وكاين كيقول لها ما جبتيش ليا كذا وكذا غنطلع لكطخ يا ميطاج وغنتحر. شحال ديال الامهات مساكن قدموا كل ما في ما عندهم. كاين واحد الام كتحكي لي بعد كل ما تملك بقات عندهم تلفزيون، ما الدري هز التلفازه باعها، كندخل عندهم للدار كنلقى الدار ما فيها حتى حاجه. هذا ماشي واحد او جوج او ثلاثه او عشره، راه العشرات. دخلت الى بيوتهم ورايت بام عيني كنلقى بان البيت ما فيش الا حصير، ما كاين والو. فين مشى هذا الخير كله؟ دا هذا الولد في المخدرات. يا ربي يا كريم، هؤلاء الشباب غلبوا على امرهم، حتى هما كتسولو كتريح معاه كتلقاه في دوامه بمفرغه كيدور ما عرفش باش يخرج منها. يا ربي يا كريم، انت الخالق، انت الرازق، انت الكريم. اللهم رد بهم جميعا ردا جميلا، اصلح شباب المسلمين وشابات المسلمات واجعلهم من الصالحين الاتقياء الاوفياء. قولوا معنا جميعا امين امين يا ربي يا كريم. الاخت لطيفه ايضا ابنها اللي هو يدوز البكالوريا وما نجحش وتعقد لها، ايضا هذا مشكل اخر عند الامهات والاباء. كنلقاو بان البكالوريا اللي هي واحد الحاجز كبير وكيصعب على بعض الناس يتجاوزوه، ملي كيسقط كيبالي بانه نهايه الدنيا، لا فان دي موند. هذا خطا كبير، خطا كبير. رحمه الله واسعه ورزقه وفير. اش كتسوى البكالوريا؟ واش كتسوى الاجازه؟ واش كتسوى كاع الماستر والدكتوره؟ لا لا شيء، لا شيء. الناس اللي هما خاطئين كيبان لهم هكذا. والله اني لا اعلم اناسا ما عندهم لا بكالوريا ولا اجازه ولا ماستر ولا دكتوراه، والله يعيشون في بحبوحه من العيش اكثر من اصحاب الشواهد العلميه. والله رايتهم وعايشتهم، هنيئا لهم. من جاتهم الخير كله؟ جاهم غير من رضات الوالدين، غير رضات الوالدين. عنده ثقافة بسيطة، مستوى دراسي بسيط، ولكنه عنده رضات الوالدين فأدركته رحمة الله. جمع المال وحج واعتمر وذهب إلى السفريات متعددة، وكان سببا في الإنفاق على العائلة والأحباب والمقربين، فاض عليه الرزق. فين يبان الموظف وفين يبان صاحب الشهادة العلمية؟ فنطلب من الشباب ديالنا اللي ما توفقش ما يقولش الباب تسد عليا ابدا، هذاك راه واحد نافذة قصيرة وصغيرة ديال الرزق. هناك ماشي نوافذ، هناك ابواب مشرعة ديال الرزق وديال الخير ديال الله تعالى. الانسان ما يبقاش يتعقد وما يبقاش يحزن. اللي بغى يتعلم العلم النافع الذي يسأل عنه العبد يوم القيامة هو العلم بالله، هذا هو اخطر علم. اللي فشل فيه ضاعت له الدنيا والاخرة. ربنا عز وجل لن يسألك في القبر عن معادلة رياضية أو فيزيائية، أو يسألك عن لغة أجنبية إنجليزية أو إسبانيا، أو يسألك عن مادة الجيولوجيا أو البيولوجيا، أو يسألك عن فلسفة أو آداب أو غير ذلك. لا، ربنا يسألك عن معرفة به. من ربك؟ ما دينك؟ ما قولك في الذي بعث فيكم؟
نعم هذا العلم الرباني في معرفة الله ودين الله خطير لمن لم يدرسه وضاع منه، خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. ولكن أي علم آخر نستدركه، الاستدراك موجود ورزق الله كثير. فنسأل الله تعالى أن يعوض هؤلاء الشباب والشابات الذين رسبوا في الامتحانات، أن يعوضهم الله خيرا عظيما ويفتح لهم فتحا مبينا ويكرمهم كرامة عظيمة. اللهم آمين يا رب آمين. قولوا معنا جميعا آمين. آمين يا أكرم الأكرمين. وأعتذر للكثير من المكالمات اللي كانت في الانتظار ثم انقطع عن الخط، معذرة للجميع، سمحوا لي الله يجزيكم بألف خير. وغنتحولوا الآن إلى مكالمة ثانية مع للا حجيبة من مكناس. ألو السلام عليكم للا حجيبة. عليكم السلام، كي داير في الطريق ورجع؟ الحمد لله للا، الله يبارك فيك. كي داير لاباس عليك؟ أكرمك الله، الله يحفظك ويرعاك. أنا بغيتك تدعى معايا، أنا مريضة، هي مريضة بالنسبة. إيه بنتي. يعني ما كنصدق لي من حاجة كيف عطف فيا. إيه. يعني لا خدمة لا تتحدث حاجة ما كتصدق لي، يعني ما حاجة ما كتصدق. ما شاء الله. لأن حاجبة المس لك يصيبك، أش يوقع لك يا بنتي؟ غير هكا كان يعني هكا بغيت كان الصعب كاين مره كان تخاف وكان طايح ما كان بات راسي. ما شاء الله. والمنامات في الليله بغيتي حجيبه كتبان لك شي منامات مفزعه، كتشوفي شي خيالات او شي جسم كيقترب من الجسم ديالك في الليل؟ لا لا، غير كان تخاف وكان طايح. لا حول ولا قوه الا بالله. وشفتي الطبيب انت حبيبه؟ مشيت للطبيب شحال من مره وكيقول لي والو ما عندك والو. لا اله الا الله، الله يشافيك. دابا تعال معايا نمشي ديالي سواء السينما تشوف حاجه نغطيك ولا خدمه لا وفيش نفك سلايه خدمه لا تشوف حاجه واخا يبغي يخدم شي حاجه. انا مدير واحد الخدمه وما ما تبدك لينا والو. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يفرج عليكم اختي هاشمه، يا رب الله يفرج عليكم، الله يفرج عليكم، الله يغنيكم من فضله يا رب يا كريم، الله يغنيكم من فضله يا رحمن يا رحيم، والله يشافيك ويعافيك للا حجيبه. حقيقه ان المس هو غير الصرع، المس جزئي والصرع كلي. المس يكون في جزء من الجسم والصرع يستغر في العقل، فيفقد الانسان معه الوعي والادراك، ويقع هناك موانع في الحياه، موانع في الحياة. كاين بزاف ديال الناس عندهم موانع، مانع في الزواج، مانع في الرزق، ما عنده زهر مع الناس، كتلقى عنده مس، وداك المس كيخلي دائما عنده العكوسات، ديما سبق العكوسات في الأمام ديالو، وكيبقى دائما في صراع. طلبوا الله تعالى حبيبة، الله يشفيك بنتي، الله يشفيك من كل داء ومن كل سقم ومن كل علة، وأحصنك بلا إله إلا الله. دائما قولي يا بنتي حجيبة قولي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وحصن نفسك بها. قل حصنت نفسي بلا إله إلا الله عن يميني، وحصنت نفسي بلا إله إلا الله عن شمالي، وحصنت نفسي بلا إله إلا الله من أمامي، وحصنت نفسي بلا إله إلا الله من خلفي، وحصنت نفسي بلا إله إلا الله من فوقي، وحصنت نفسي بلا إله إلا الله من أسفلي، وحصنت نفسي بلا إله إلا الله من كل جوانبي. اللهم اجعل كلمة لا إله إلا الله علي حصنا حصينا. هذا دعاء التحصين كنقول له كل صباح، اللي شعر بأنه مرصود، إما عنده العين، وإما عنده الحسد، وإما عنده العكوسات، وإما ما عندهش الحظ السعيد، كيدير هذا التحصين بكلمة لا إله إلا الله. لا تهزم، ربك يحفظه بإذن الله. الله يحفظك للا حجيبة بكلمة لا إله إلا الله، ويرزق هذاك السيد الرزق الوفير والخير الكثير. كنبغي نقول للأحباب الكرام، من مفاتيح الفرج اللي نحافظوا عليها وغادي نلقاو عجائب قدرة الله، واحد الكلمة بسيطة، كلمة يحبها الله، فإذا أحبها الله أحبك الخالق، وإذا أحبك الخالق أكرمك. عند كل آذان لما يؤذن المؤذن لابد أن نتبعه في الآذان، اللي قال نقولها معه، هذا مفتاح للفرج. هذا اللحظة ربي عز وجل يوزع الأرزاق، إعادة توزيع الأرزاق. أنت رزقك كثير أو رزقك قليل، ما هو السبب؟ أسباب كثيرة، لكن من بين مفاتيح الفرج لحظة الأذان نسمع المؤذن اش كيقول، ونقول مع المؤذن الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمد رسول الله، نقول أشهد أن محمد رسول الله. يقول مؤذن حي على الصلاة، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول مؤذن حي على الفلاح، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يعود يقول مؤذن الله أكبر، نقول الله أكبر. يقول لا إله إلا الله، نقول لا إله إلا الله. هذا أجر وتواب. لكن هنا السر، من اللي كيسالي المؤذن ماذا أقول؟ أقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبسيدنا محمد نبيا ورسولا. من اللي كيسالي المؤذن الأذان ديالو كنقول هذه الكلمة، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبسيدنا محمد نبيا ورسولا. اللي وضب عليها عقب كل أذان الله تعالى يرضى عنه. وإذا رضي الله عنك ما شاء الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خاف مقام ربه. اللي كيرضى عليه الله تعالى كيفتح لي أبواب الرزق، كيعطي الله تعالى من غير أن يسأل، بلا ما تسول، بلا ما تقول يا ربي أعطيني وأعطيني. هو سبحانه وتعالى يعلم احتياجاتك حتى هو اللي وضع فيك، ثم يعطيك كل سؤلك قبل أن تطلب بأمر الله. فالمطلوب من جميع الأحباء الكرام أننا عقب كل آذان نقول نفس الأذان، وعقب الأذان نقول هذه الكلمة، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبسيدنا محمد نبيا ورسولا. نواظب عليها وسوف نرى عجائب قدرة الله. اللهم تقبل منا وارزقنا من رزقك الوفير. اللهم آمين يا ربي يا اللهم يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا أحسن الخالقين، يا أحكم الحاكمين، يا أرحم الراحمين، يا مولى المتقين، يا ولي المهتدين، يا من بيده نواصي العالمين، يا من لا يخيب رجاء العاملين ولا يهدي كيد الخائبين، يا من لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية المسيئين، يا من يطعمني ويسقين، يا من يميتني ويحيين، يا من أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين، نسألك أن تسترنا فوق الأرض وترحمنا تحت الأرض ولا تفضحنا يوم العرض. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واصلح لنا ديننا الذي هو عماد أمرنا. يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، نسألك جميعا في هذه الساعة المباركة أن تيسر لنا جميعا أمر الرزق. اللهم يسر لنا أمر رزقنا، اللهم يسر لنا أمر رزقنا. اللهم نسألك يا كريم أن تعصمنا من الحرص والتعب في طلبه. اللهم نسألك أن تحفظنا من كثرة الهم والتفكير في تحصيله. نسألك اللهم ونعوذ بك من الشح والبخل بعد حصوله. اللهم يسر لنا أمر الرزق، اللهم يسر لنا أمر الرزق يا رزاق يا كريم يا جواد، يا من عنده مفاتيح السماوات والأرض، يا من قلت وقولك الحق. يا عبادي، لو اجتمع أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على صعيد واحد وطلب مني كل مسألته وأعطيتها له، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. اللهم يا رب يا كريم، يسر لنا أمر الرزق، ارزقنا جميعا رزقا حلالا طيبا، ارزقنا رزقا واسعا، ارزقنا يا ربنا من حيث لا نحتسب، واجعل هذا الرزق سببا لإقامة عبوديتك. اللهم اجعل رزقنا الحلال سببا لإقامة عبوديتك ومشاهدة ربوبيتك. اللهم تولى أمرنا كله بذاتك العلية يا كريم، اللهم تولى أمرنا بكرمك وفضلك. يا رب لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا رحمن يا رحيم يا ودود يا كريم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تسير الأمور. اللهم يا رب
يا كريم يا رحمن يا رحيم، في هذه الساعة المباركة جميعنا نرفع أكف الضراعة إليك، ندعوك بقلوب خاشعة وبأنفس منكسرة. اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها، ونسألك اللهم من الرحمة شمولها، ونسألك اللهم من العافية دوامها، ونسألك اللهم من العيش أسعده، ومن الإحسان أتمه، ومن الإنعام أعمه، ومن العمل الصالح أصلحه، ومن العلم أنفعه، ومن الرزق أوسعه. يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، اللهم أكرمنا بكرمك، اللهم أكرمنا بكرمك، اللهم افتح لنا أبواب التيسير وأبواب الفرج برحمتك يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا يمله الدعاء ولا تنقص خزائنه من العطاء ولا يخيب فيه الرجاء. اللهم يا رب يا كريم، يا من لا يذل من يشاء ويعز من يشاء سبحانك، يا من هو الواحد الأحد الفرد الصمد. اللهم يا رب يا كريم، يا مقيل العثرات، يا غافر الزلات، يا قريبا لمن دعاه، يا حليما على من عصاه. اللهم أجب دعوتنا، اللهم أجب دعواتنا، اللهم يا رب عجل لنا بالفرج بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.